ياو السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في الدرس ديال اليوم اللي هو غادي نوريكم كيفاش تيليشارجيو موسيقى بدون حقوق الطبع والنشر للمونتاج كاع الناس اللي كيعانيو من يوتيوب. اليوم جبت لكم واحد البرنامج خطير اللي هو ديال المونتاج، وفي نفس الوقت كتيليشارجي منه موسيقى بدون حقوق الطبع والنشر يمكن لك تستعملها في اليوتيوب. المهم ما نطولوش عليكم، ما تنساوش تدخلوا الباج ديالي اللي هي شوتينغ وان بيك وتضغطوا على زر سبسكرايب، تابعونا على القناه يصلكم كل جديد. المهم لنتابع الشرح. ياو السلام عليكم خوتنا، جينا لكم في هذا الشرح هذا اللي هو كيفاش غتشارجي موسيقى بدون حقوق الطبع والنشر. دابا جبت لكم واحد البرنامج اللي هو خطير وشهير، وقليل اللي عارف بان فيه موسيقى بدون حقوق الطبع والنشر، فتابعوا معايا الشرح. كيف ما كتشوفوا هذا هو البرنامج وندر شار فيلمورا، انا ديجا خدمته، هو عندي هنايا طالع ليا. اول ما كيطلع لك بهذا الوجه بحال ما هكا، ثانيا كتمشي للاوديو، من بعد اوديو كتلقى هاد الموسيقاش عندك هنايا كاع ما مشي لي شارجين، كيطلع لك واحد السهم هنايا انا نوريك بحالاش. تبع ها هو دابا هادي موسيقى باقا كاع ما مشي لي شارجي، حتى حنا نضغطو على جوج مرات حنا نخدموها. كيف ما كتسمعوا هذه موسيقى بدون حقوق الطبع والنشر، يمكن لك تستعملها في اي فيديو بغيتي، واي فيديو حبيتي حطها على اليوتيوب ما تلقاش اي شيء مشكل نهائيا. الطريقه باش تستخدم الموسيقى، مثلا انا نهبط عندي هنايا، ها هي الموسيقى ديالي، مثلا غنمشي لشي تصويره هنايا انا كنوريكم كيفاش تستخدموها. كنطولو التصويره هنايا، مثلا غنجيو للتيتل فين كاين الكتابه، نعطيكم غير هذا الشرح المبسط كيفاش تستخدم الموسيقى. كيف ما كتشوفوا يمكن لك تستعمل الموسيقى بدون اي مشكل، يمكن لك تستعملها في اي فيديو بغيتي، في اي فيديو حبيتي. والطريقه باش كتشارجي انا نعاودوها لكم، كيفاش كتمشي الاوديو، من بعد اوديو كتلقى عندك الموسيقات بحال ما كان فيهم هذا السهم هذا، كتضغط على الصوت جوج مرات لا سوري على اليسار ديالك، تاي نفس الموسيقى الاخرى، اولا دير ليها الزائد تورك على هاد الزائد هادي، هاي تيليشارجي. ولكن خاصك تكون عندك الانترنت ضروري، حنا نتيليشارجيو هاد الموسيقى نسمعو ليها. كما كتشوفو يمكن لك تحمل اي موسيقى بغيتي من هنا، كيعطي لك البرنامج مجانيه بدون حقوق الطبع والنشر. المهم انتهينا من هذا الشرح هذا، وكنتمنى يعجبكم هذا الشرح المبسط، واراكم في الحلقه المقبله ان شاء الله، وفي شرح جديد وفي شي حاجه جديده. يمكن لكم تستعملوا هذا البرنامج هذا بكل حريه واحسن واجهه، هو بالنسبه لي احسن من واجهه ديال البريمير برو، واخا المنافس ديالو ولكن وندر شار غادي كيتميز على البريمير برو، وحاجه واعره هذه، هادشي اللي كنتمناو. اراكم لاحقا ان شاء الله، الى اللقاء في الحلقه المقبله.